عاوزة تعرف مين هو الكفيف، ازاي نتعامل معاه، ازاي ان الام تكتشفه ازاي، حاجات كتيرة عاوزين نعرفها. هنبتدي الاول نعرف ما هو الكفيف. الطفل الكفيف بصفة عامة هو الذي لا يستطيع الحصول على المعرفة عن طريق حاسة البصر، هو بيستخدم حواس أخرى من ضمنها اللمس، من ضمنها السمع. هذا الطفل الكفيف هل هو كف بصر كلي يعني شايف ظلام؟ لا، هو ممكن يكون عنده بقايا إبصار، وممكن تكون وصلت درجة الإبصار عنده ببعض العمليات وبعد تصحيح الإبصار وبعد النظارة ل6/60. يعني ايه 6/60؟ يعني ان الطفل المبصر العادي لما يشوف حاجة على بعد 60 متر لازم اقربها للطفل الكفيف على 6 متر، في بعض التعريفات الاخرى 20/200، وهي نفس الحاجة. ان انا حاجة اشوفها على 200 متر لازم اقربها على 20 متر عشان الطفل الايه الكفيف يشوف. طيب ايه الحواس اللي هيستخدمها الطفل الكفيف بعد ضعف حاسة الإبصار؟ هي حاسة اللمس وحاسة السمع، وممكن حواس أخرى بتساعده في التحرك في المكان. يعني مثلا إحساس بالضوء، إحساس بالقرب، إحساس عنده حاسة سادسة، حاجة بقى تكون فروق فردية بين كل طفل ربنا بيديله الموهبة دي. هنبتدي نعرف الأول الأم هتتعرف إزاي على إن الطفل دون كفيف. طبعا الطفل أول ما بيتولد بيكون مغمض عينه حتى مش مكتملة، لونها متغير، بنستنى أسبوع على ما الأم تشوف حتى لون عينين الطفل هيبقى إزاي. هنا بيكمن الخطر إن الطفل ممكن يكون عنده أمراض في العين والأم مش مدركة هتعمل إيه. لازم تكون الأم يعني إيه عندها حاسة سادسة تجاه طفلها، يعني هو متضايق بيخبط دماغه بيبكي كتير، لازم تجري بسرعة على أي طبيب وتكشف عليه كشف كلي، علشان لو عنده مثلا جلوكوما اللي هي زيادة ضغط العين اللي هي هيتخليه يفقد الإبصار، ممكن التدخل المبكر إنه هو ينقذ الطفل ده. من ضمن الأسباب اللي ممكن تتلافها الأم الأسباب الوراثية، يعني مش لازم إن يبقى في زواج أقارب، يكون في كشف طبي قبل الزواج علشان نعرف إن ممكن نتلاشى بعض الأمراض الوراثية. كمان الطفل الكفيف ده ممكن إن هو يتعرض لالتهابات في العين نتيجة للبيئات الفقيرة واللي منعدم فيها النظافة. هنا الأم لو كانت عندها وعي صحي كافي ممكن ان هي تعتني بعين طفلها ما يتعرضش برضو لهذه المخاطر اللي هتؤدي الى كف بصر.